الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، اجدد لكم التحيه واللقاء مع انطلاقه الشوط الرابع عشر الخاصه بفتح الابكار. اللي جايه من مسافه الخمسه كيلومترات هي مسافتي هذا الشوط ضمن فعاليات وتحديات هذا المهرجان الكبير والمميز، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه في ميدان التحدي. ومن هنا نتابع هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مع شعار هجن الشحانية. ظما تتواجد على المركز الأول من هجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. من يتابع ظما على مقدمة الشوط وعلى الصدارة والمركز الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات، وهنالك أيضا شعار هجن الشحانية يتواجد على مستوى المركز الثاني، يتقدم مع مزنة أم صواب القادمة على مستوى المركز الثاني من هجن الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا مزنة في هذه اللحظات أم صواب المركز الثالث. هنالك تتواجد تعاليل من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع هنالك غزة من هجن الشحانية سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس وتابع شعار هجن الرياسة وصل مع سلهو والظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا سلهودة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى للخمسة النجوم والعمالقة المتقدمين والمنطلقين على الخمسة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى هذا الشعار الكبير والجميل، شعار هجن الشحانية يسير بخطى واثقة على مقدمة الشوط. المنطلقة هنا ضما من هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يتقدم في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثاني أيضا هنالك شعار هجن الشحانية يواصل التحديات يكمل المسار، والمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا صواب العملاق في هذا المسار مع انطلاق صواب. ولكن هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاق الجميل والمميز، الظبي من غيرت الامور، الظبي من تسللت الى الصداره. تعود ملكيه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، من استلم القياده، من استلم الرياده على مقدمه الشوط بن غدير وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثاني ضما تحتل المركز الثاني من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، من يتابع ضما على المركز الثاني. ولكن صواب تسللت الآن، صواب بدأت بالانطلاق إلى المركز الثاني من هجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع زعفرانه القادمة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد بن عيسى الأخير، يتابع هذا الشعار على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع هنا سلهودة من هجن الرياسة التابع لدولة الإمارات، يتقدم المضمر علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين. من يتابع هذا الانطلاق خمسة نجوم واثنين كيلو متر ما تبقى عن خط نهاية، ما تبقى عن الناموس. والقيادة هنا مع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. الظبي تتواجد على الصدارة ويقدم لنا الظبي سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، لا زال في القيادة، لا زال في صدارة هذا الشوط. شعار كبير وغني عن التعريف، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثاني الله شعار هجن الشحانية يتواجد مع انطلاق صواب تحتل المركز الثاني من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن زعفرانة الباحث عن الزعفران، الباحث عن الفوز والانتصار،
لسمو شيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي يتقدم الآن الخيالي على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع غزة، وصلت غزة بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من هجن الشحانية. من يصل الآن على المركز الرابع وبدأ يشكل الخطر أيضا سلهودة من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي مقدما لاسم سلهودة لتكون القيادة والريادة والسيطرة إماراتية على مقدمة الشوط من خلال تواجد الظبي. وأيضا هنالك سلهودة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، والظبي تتراقص على مقدمة الشوط لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثاني زعفران لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان. وصلت غزة، تقدمت غزة، مرحبا بغزة من هجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي يقدم لنا غزة. انطلقت غزة الشحانية، الشحانية على مقدمة الشوط، هجن الشحانية تسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط، ولكن زعفرانة خطيرة خطيرة في مسار هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي. اللحظات الأخيرة غزة وزعفرانة، زعفرانة وغزة لمن الناموس، الشحانية وشعار سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي. اللحظات الأخيرة الذهبي والخيالي، الخيالي والذهبي، يا سلام يا سلام، الله الله، اللحظات الخطيرة، اللحظات المجنونة، زعفرانة زعفرانة، سلام لزعفرانة سلام، وسلامي لمالك زعفرانة سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي. المركز الثاني وصلت غزة من الشحانية سالم بن فاران المري. المركز الثالث فاجأتنا في الأمتار الأخيرة الكحيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان المقارح. فاجأنا في الأمتار الأخيرة. المركز الرابع وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الخامس أشواق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني، التوقيت الزمني 7:50 88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك زعفران سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان. بينما المركز الثاني 7:51 26 جزءا من الثانية هو توقيت غزة من هجن الشحانية سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث التوقيت 7:32 وثمانية أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لصاحب المركز الثالث. وصلت الكحيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان المقارح. تهانينا.